متابعي قناة الأهلي في كل مكان، وفي نهاية اليوم الأول للنادي الأهلي هنا في تونس استعدادا لمباراة الأهلي والترجي، المباراة المرتقبة في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. خليني أتكلم مع كل جمهور النادي الأهلي وكل مشاهدي قناة الأهلي عن بعض التفاصيل الخاصة بالفريق النهاردة. يمكن النهاردة الفريق كان عنده أول مران ليه، وأكيد كان مران مهم جدا للجهاز الفني واللاعبين. يمكن أبرز ملامح المران سواء من نواحي البدنية كانت نواحي بدنية خفيفة شوية، أيضا بعض تدريبات الكرة خفيفة، لكن الأهم هو التقسيمة اللي كانت مع نهاية مران النهاردة. خليني أقول لكم إن كابتن حسام البدري يمكن لخبط الأوراق شوية في التقسيمة، خصوصا إن هو كان مران مفتوح شوية. بعض الصحف أو بعض طبعا الإعلام التونسي اللي كان متواجد في الملعب كان بيتابع المران بشدة، بالتالي كابتن حسام البدري يمكن لخبط اللاعبين شوية، ما بانش التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري هذه المباراة الهامة جدا أمام فريق الترجي التونسي. لكن بشكل عام في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي من الجهاز الفني إن هم إن شاء الله يحققوا نتيجة كبيرة بالفوز على فريق الترجي التونسي والصعود للدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا. لكن بالتحديد عايز أتكلم عن سعد سمير. سعد سمير يمكن ما شاركش في المران الجماعي النهاردة بالنسبة للنادي الأهلي، عمل بعض التدريبات الاستشفائية خصوصا إن هو اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة. ممكن يكون فرص سعد سمير مش واضحة حتى الآن في المشاركة في مباراة طبعا الترجي بعد غد، لكن سعد هيحاول بشكل كبير جدا ان هو يشارك مران بكره. بالتحديد هيبان مدى جاهزيه سعد سمير للمشاركه في هذه المباراه، خصوصا ان هو احد العناصر الهامه جدا في خط دفاع النادي الاهلي. لكن في المقابل الجهاز الفني وكابتن حسام البدري تم النهارده تجهيز محمد نجيب تحسبا لغياب سعد سمير، لكن ان شاء الله اكيد بنتمنى ان يكون سعد سمير جاهز لهذه المباراه وكل لاعبي النادي الاهلي متاحين للجهاز الفني ان شاء الله يكونوا جاهزين للمشاركه في هذه المباراه الهامه. يمكن ده طبعا الشيء الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده خلال التدريبات. لكن لو هنتكلم شويه طبعا عن الفريق بكره ان شاء الله برنامجه هيكون ماشي ازاي، طبعا بكره هيكون في صلاه الجمعه وفي هتكون متواجده هنا في مقر اقامه نادي الاهلي، ايضا هيكون في ميعاد الغداء الساعه 2:30 طبعا ظهرا. بعد كده هيكون طبعا تحرك الفريق في اتجاه الملعب رادس في تمام الساعه 5 طبعا عصرا بتوقيت تونس، هنا طبعا السادسه بتوقيت القاهره. بدايه المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي في ملعب رادس، وهو الملعب اللي هيستضيف هذه المباراه الهامه جدا طبعا. لكن طبعا قبل كل ده النهارده ايضا هيكون في محاضره من قبل كابتن حسام البدري للاعبين بعد العشاء مباشره. طبعا في هذه اللحظات لاعبي النادي الاهلي بيتناولوا وجبه العشاء، هيكون يليها على طول مباشرة طبعا محاضرة مهمة جدا من كابتن حسام البدري. بكرة ان شاء الله ايضا بعد مران النادي الاهلي الاخير هيكون في محاضرة اخرى بعد وجبة العشاء ايضا لكابتن حسام البدري للاعبين، وهتكون احد المحاضرات الهامة جدا للكابتن حسام اللي هيستقر من خلالها عن التشكيل الخاص بهذه المباراة. بالنسبة للتشكيل يعني في توقعات كتير جدا بالشكل اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري، سواء الشكل التكتيكي او التشكيل اللي هيبتدي بيه هذه المباراة. لكن خليني اقول لكل جمهور النادي الاهلي ان التغيير هيبقى محدود، يعني هو لاعب او اثنين بالكثير طبعا هم اللي هيكونوا متواجدين في تشكيل النادي الاهلي عكس المباراه السابقه طبعا واللي كانت في استاد برج العرب واللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. الاسامي كلها حوالين مؤمن زكريا ممكن يبتدي ولا لا، طبعا ممكن ايضا يكون متواجد طبعا ده وليد ازار وصلاح جمعه بيهزر شويه، لكن كنت بتكلم عن تشكيل النادي الاهلي كان ممكن يكون متواجد مؤمن زكريا، ايضا ممكن يكون متواجد وليد سليمان على حساب احمد الشيخ، في كلام كتير ممكن يكون متواجد هشام محمد ايضا، خصوصا ان في اهتمام كبير من الجهاز الفني بهذا اللاعب خلال التدريبات الاخيره بالتحديد، خصوصا ان هشام ممكن من العناصر اللي بتقدر تنقل هجمه النادي الاهلي او هجمه اي فريق طبعا للثلث الامامي طبعا في مباراه مهمه زي دي النادي الاهلي محتاج فيها الفوز اكيد ان شاء الله عشان يضمن صعوده للادوار المقبله. ده فيما يخص النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم عن فريق الترجي التونسي شويه، يمكن هو ايضا بيستعد بمنتهى القوه، ايضا عندهم امال كبيره جدا خصوصا ان هم حققوا نتيجه ايجابيه بتعادل 2-2 امام الاهلي في عقر داره وامام جماهيره، وبالتالي هم عندهم امال كبيره في التاهل للدور المقبل. لكن عايز اتكلم عن بعض الاسماء في فريق الترجي التونسي وبتحديد طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق واللي احرز الهدف الاول في شباك النادي الاهلي في المباراه السابقه. يمكن بنسبه 60% صعب ان طه ياسين الخنيسي يلحق هذه المباراه، خصوصا ان هو كان تعرض لكدمه قويه او لاصابه في مباراه الاهلي الاخيره طبعا، بالتالي بيحاولوا ان هم
يجهزوه ان هو يشارك في هذه المباراه. ايضا في كلام عن معز بن شريفيه حارس فريق الترجي التونسي وحارس منتخب الترجي التونسي، لسه ايضا مش عارفين هل ممكن يكون جاهز للمشاركه في هذه المباراه. لا، كل الكلام ده هيتضح خلال المران الاخير غدا بالنسبه سواء لفريق الترجي التونسي وايضا فيما يخص تشكيل النادي الاهلي خلال المران الاخير في ملعب رادس. ده كان كل كواليسنا النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي بشكل عام. نتمنى كل التوفيق للفريق ان شاء الله خلال التدريب الاخير بكره، ومن ثم ايضا خلال المباراه المرتقبه الهامه جدا اللي ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق من خلالها الفوز، ومن ثم التاهل لدور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا.